فين؟ مفيش حد. يلا اللي يقولك سونيك تشين مفيش حد اهو. ايه ده؟ اوه ماي جاد. السلام عليكم. خد يلا. ولا مانزو ده هرب، ده هرب وسابني. سلام عليكم ورحمة الله معاكم ام كامل اهو كامل. النهارده يا شباب انا جينا انا وعبد منظر اللي جنبي ده عشان خاطر ننقذ سونيك، وجينا الماب بتاعته مخصوص وتحولنا لاصحابه عشان نقدر ان احنا نكون نتجسس كده ونساعده يا شباب. يا ترى النهارده هيكون طيب معانا ولا شرير؟ ده اللي هنشوفه بوقت النهارده. مندو مندو يا مندو. ايه ده؟ الصوت ده طلع من ايه؟ مندو ايه؟ ده صوت ماندو فعلا، ده صوت ماندو. قول لي يا ماندو، ايه اخبارك واخبار سونيك الازرق؟ ها سونيك تشين انا زعلان عليه يا اسطى. سونيك يا اسطى بقى شرير يا اسطى بسبب واحد ملوش اي 30 لازمه ضحك عليه وقال له، قال له ان انت لازم تجمع لي كل الناس اللي في العالم دول عشان نشغلهم عندي عبيد. لازم نحل المشكله. طب وانت عندك حل المشكله دي يا استاذ ماندو؟ بس كده ان كل اللي بيتفرج على المقطع دوت يعمل لايك. ايه ده؟ ايه السهوله دي؟ شباب بنات كل اللي بيتفرج على المقطع ده انزل اعمل لايك دلوقتي واشترك في القناه. انت مستني ايه؟ في نسبه كبيره قوي اليوتيوب بعتها لي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي ان انتم مش بتعملوا لايك ولا بتشتركوا في القناه. فيلا يا شباب كل اللي قاعد بيتفرج على المقطع ده انزل اعمل لايك واشترك في القناه ووري اليوتيوب ان انت توب التوب وظاهر مش فوتوشوب. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا فكره مقطع النهارده. لازم يا ماندو نعدي المابة دي عشان نوصل للسونيك تشين، فاهم ولا مش فاهم؟ ركز. انا فاهم يا صديقي. عايزك بقى يلا. تركز ها، لازم نعدي يلا. كل المراحل دي، فتقريبا احنا هنمشي من هنا يا شباب وهناخد الكوينز لحد ما نوصل لاخر المابة عشان نروح للسونيك تشين. فيلا يا ماندو تعالى. يلا معلم انا جاهز. بسم الله. تمام بسم يلا. بسم الله خش يلا. اوكي ادي يلا وراك. ايزي ايزي شاب. ايزي بناخد كوينات سونيك. احنا دلوقتي شاب سونيك تايلز والتاني ده صاحبه. اوكي في طريق من فوق بس اكيد مش هتاخد الطريق اللي من فوق ده. خلي بالك لا تدوس على بتاعه الصفرة، كنت هدوس على واحده فيهم. هنا ده مكان لا. تايلز. يلا بسم الله. واحده هنا واحده هنا. يا شفت كنت توقعني والله. اوكي دي نسيت اخدها. يا عم يلا نطها مره واحده. بص عليا بص عليا شايفني؟ نط اوه اوه اوكي الله عليك أوه. يا بطل وقع. هكمل انا. اوكي طبعا الطريق ده يا شباب بيتكسر وباين جدا ان هو بيتكسر وباين. انا وصلت. انا للاسف هوبا. غشيت يا ماندو بس يعني لا لا ما غشيتش ماشي ماشي يلا بسم الله خلينا نكمل. يلا عدي الطريق. ايمي 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 فاكر ايمي؟ والله ايمي انا فاكرها. ايمي ازيك يا ايمي؟ فخ اوعى الفخ اهو انا عديت. ماشي يلا بسم الله. انت لو قعدت الفخ مش مشكله. يلا كمل يا تايلز. انا تايلز يا شباب انا الاصفر تايلز. ده سونيك الاسود ده يا شباب. ايه ده والله شكله اهو شكله. يلا عشان اجري سريع ونطير. اوه ايه ده؟ ما نطتش رجعتني من الاول. لا وانا كمان لا يا شباب انا بعديها كده. انا بعديها كده. الو عايز تعالى انا عديتها. اختصر اختصر. انا عديتها بس انا من تحتها يعني عديت من تحتها. يلا عديها انت. انا عديتها انا عديتها. يلا بسم الله. فخ اوعى الفخ اوعى الفخ اطلع اوعى الفخ إيه؟ عدي ايه عدي يا طير ايه بس مفيش سبان بوينت. مفيش سبان بوينت هنا. مفيش سبان بوينت. كان زماني دلوقتي روحت. اوكي ماشي. لا بالراحه. ايوه 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 يا سلام دكتور ايجمون. ايوه عديت دي كمان. اوكي تمام انا جالك انا جالك انا جالك. استناني يا ماندو استناني. كتفته يلا. ابي حاربني بيحاربني. اوكي 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 تمام تمام. انا وصلت. يلا تعالى. انا وصلت عند سونيك الاسود تاني. يلا بسم الله. تعالى أيوة. تعالى اوكي. هو ده اتكلم. هي اهو ده حربك. ده حربك ده. هو ده الراجل اللي هو اسمه ده الشرير ده. تعالى تعالى شوف من ايجمون. تعالى يلا ازيك. وي ايه ده بالطير دي؟ طير ايوه عديت عديت. اطلع فوق. اوكي اوكي نطيت. تعالى انت تعالى تعالى. يلا بسم الله يا شاب. نروح فين؟ نروح هنا. وقفت هنا وبعدين ايه ده؟ وصلت مضي. يلا عشان اروح على سونيك تشين. تعالى خد المركز. ايه ده؟ اداني سلاح شوت جان ايمو. ناخد ايه الاوضه اللي احنا دخلناها دي؟ معرفش ايه الالماسه دي. ناخدها دي ولا ايه؟ كده وصلنا. لو كسرنا الماسه دي بنوصل لسونيك تشين. ايه ده انت في واحد منك تاني. انا اتخطفت يا اسطى. انت في واحد منك تاني. لو وقعت في الميه بروح ولا ايه؟ والله في واحد منك تاني. السلام عليكم. اخونا انت تبع مين؟ والله ما بيتكلمش ده. واقف هنا اهو. الله ما انتهى شخصيتي انت. تعال تعال تعال. اتوقع بنط من ورا الماسه بنوصل. يلا تعالى مندوس. ايوه
دي الماسة اللي هي بتاعت التايكو. ايوه عارفها. يلا 3-2 جو. انت يا عم انت يا عم انت ما سمعتش الاخبار ولا ايه؟ نشرة الاخبار سمعت كانوا بيقولوا ان هم هيوزعوا على البلد كلها بطيخ ببلاش. بطيخ انت همك على بطنك وعلى كرشك يا بني ادم. انت كان فاضي بص من هنا. ايه ده في حد عادي؟ ما هي ده الخبر اللي انا عايز اقول لك عليه. اسمعني بص لي انا وراك. ايوه بص ركز. الاخبار بتقول ان اللي دخل مابت سونيك الشرير هيظهر له سونيك تشين. بقول لك يا مندو انا ولا اعرفك ولا تعرفني، احنا ما دخلناش الماب عم الحاج ولا لعبنا اللعبه اللي احنا شفناها. انت مين اصلا؟ انت مين اللي مدخلك هنا؟ انا هناك، انت هنا ليه؟ امشي. انت نسيتني بجد ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، زي ما بدأناها سوا بنخلصها. اه ده انا اللي جابني هنا. السلام عليكم يا عيال. ده عمل نفسه فقد الذاكره. ده خد يلا اللي واقف ورا الخزنه. طلع انا استخبى انا في الخزنه. اقفل عليا انا مش عايز اشوف حد. خلوني جوه. خليك بقول لك ايه، كل اللي اتفرج على المقطع ده ماندو عمل لنا لايك. يا ماندو بيسكو فينا. يا ماندو بيسكو. خش جوه بيتك. لا يخرب بيتك، ما حطيت لكم بلا. طب فجرها. طيب فجرها يا عم. فجر خلاص خزن اسلحتك دي للسونيك تشين ده. تعالى مدينه مالت منو. لازم يبقى معاك سي فور عشان تفجر سونيك. انت فين؟ تعالى انا بره، خرجت بره عند الباب البوابه. او ماي جاد. خد سي فور. هات ايه اللي حصل في المدينه ده يا ماندو؟ مين دول؟ لازم يبقى معاك سي فور. ايه ده؟ في ولد بيمشي هناك. ايه ده زي تايلز. ايه يا اخويا؟ ايه ده؟ ضرب بالغلط. الحق في نسخه منك بتجري هناك. هو راكب مكنه ده ولا ايه؟ لا ده بيطير. ايه ده بيطير؟ ومين دي؟ يا بنوته عسل انت. هي بس بس بس. ايه ده مين دي؟ الو ايه ده؟ في عربيات سباق هنا. تعال اركب الزرقاء دي. ايه ده مين اللي سايق دي؟ ما اعرفش والله. اركب اللي جنب الحمراء دي. اركب اللي جنب الحمراء. تعال هنا يا مندو. تعال هنا يا راجل. انزل من مكلارن. انزل وانت مش باين منها كده. تعال اركب دي اللي جنبك دي. ايوه دي الحمراء. اركب الحمراء دي. أوكي. يلا تعال اوف. تحط حاجه هنا ولا ايه؟ انت مش عايز ده ازاي زقت المكنه؟ ده مش بتمشي. ده مش عايز تعدي. لا مش راكبينها دي. بقول لك ايه، لازم نركب حاجه اسطوريه. تعالى اركب الاتوبيس. تعالى. ولا تعالى بدل ما اكسر راسك. تعالى اركب. فين سونيك تشين؟ اركب خش في اهو. نط جوه. لا نط جوه. تعالى انت ما تعرفش مكان البوابه. انا اهو ركبت اهو. ماشي يلا. بسم الله يا شباب. بسم الله. نحن نتقدم انا وصاحبي الاحمر. تعالى الاحمر بنروح نشوف سونيك تشين يا شباب. بسم الله ربنا يستر. انت مشيت فين؟ تخرب بيتك. انزل تعال انت فين؟ يخرب انت مشيت طوالي. سونيك الازرق الصغير اهو. ازيك يا سونيك؟ بقول لك ايه، فين صاحبك الشرير؟ هنا. ايه ده هو مشي؟ ده مشي مين؟ ولا غاب انت مش ماشي معايا ليه؟ إيه؟ تعالى اهو. ايوه تعالى هنا اهو. تعالى جنبك اهو. طب انت شايف العربيه دي؟ تعالى اركب المكلارين. اركب المكلارين. تعالى ورايا. انا شفتك. انا شايف البيضه دي. اركب المكلارين تعالى. الله ضحكت عليه وخدت المكلارين في الاخر. عملت نفسي مش شايف. يعني انت ده كله عشان تركب المكلارين؟ طب قول لي يا بني ادم فين سونيك تشين؟ فين؟ مفيش حد. يلا اللي يقول لك سونيك تشين مفيش حد اهو. ايه ده؟ او ماي جاد. السلام عليكم. خد يلا. ولا ماندو ده هرب وسابني. هل هاي؟ لا الدنيا ليلت. او ماي جاد، هو اما شافني عمل كده لوحده ولا ايه؟ الو يا هل. ايوه استنوا، في حاجه واقعه هناك. هنا الحق ده او ماي جاد، انا شفته يا هل. اللي اسمه ايه اللي كان بيجري رسونك دايما الشرير ده؟ قتله. بتهزر؟ والمصحف قتله يا ماندو جنبه هنا. او ماي جاد مين؟ يخرب بيت رجله. انت لسه هناك؟ انا عند سونيك تشين. تعالى انزل بدل ما اكسر العربيه عليك. انزل تكبش عربيه تاني. تعالى انا جيت اهو. تعالى ورايا. تعالى هو سونيك قدامنا. امشي من عند بابا كده. تعالى عند رجله. هو ممكن يمسكنا من هنا يا ماندو. ممكن لو قربت منه يمسكني. سونيك لا هو نايم. طب كويس ان هو نايم. انا اخش جوه بقه. لا ايه ولا انزل من بقه. يخرب بيته، دخل في بقه بجد. نايم. دخلت بقه بجد. وريني انت فين. فينك؟ انا جوه بقه. لا انا مش شايف. انا شايف. ايوه انت جوه بقه اهو دلوقتي. اوعى بس خش الفتحه اللي بعدها تتبلع. الو والله في صوب بوليس شاب. شكل الحكومه عرف باللي بيحصل هنا يا سوني. ده بيتدمج. ها ماندو يلعن ماندو.
طلعني من بطنه بقى. طلعك من بطنه انت ببلع. انا شفتك وانت بتبلع لعبه. مثلا انا ما زلت جوه بطن. والله انت جوه؟ وفعلا المدينه كلها جوه. او ماي جاد الشاب ده شكله بلع نص المدينه ده. طب واعمل فيه ايه؟ استنى انا عندي فكره. محمود ايه ده؟ مصطفى ومحمود وسيد ومحمد ازيكم يا رجاله؟ وانا اقول انتوا مختفين فين؟ طب بطنه بجد يا مندو؟ لا في دماغه يا اسطى. بيشيل الناس في دماغه عشان كده دماغه كبرت. يوووو مش هيعرف يخلق التيشيرت. عندي فكره عندي فكره. شوف انا بجيب دلوقتي الشخصيات اللي موجوده هنا ولا بقتلها ولا بعمل فيها اي حاجه وما راحوا فين. ايوه اول واحد اهو. تعال 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 اتوقع دول سبب في القوه بتاعته. تعال تعال اوكي خلصت من واحد يا ماندو. خلصت من واحد. اصبر بنقذك بنقذك. اوكي التاني عندي اهو. تايلز اللي شبهي ده بيجري بيجري. عايز يجري عايز يجري. فيش جري هنا فيش جري فيش جري. تعالى ايه ده بحسبه انت والله. تعال تعال بس انت طاير كده. اوكي جبته كده. ناقص حد. عملت خلصت على ثلاثه. ها فين الباقي؟ انت بتموتهم ليه؟ عشان اطلعك من جوه. المفروض يعني هم شبهه فهم هم بيدوا له القوه. ده اللي في دماغي. هل ده صح يعني؟ انا ازيك يا محمود انت جيت؟ انت جيت يا محمود؟ ازيك يا محمود؟ انا عرفت الحل ايه يا اسطى. انا في المترو يا ماندو. انا في المترو. وايه اللي حصل ده؟ انا عرفت الحل. انا هتصل بجراني. اجراني لا يا عم. جراني تجيب لنا خالتك العملاقه يا جراني. والله يا شباب خالت عبد المنعم الكبيره دي. ايه العملاق. هي هي ايه جراني العملاقه دي وصلت يا ماندو. جراني ماشي وراك اهو جراني. بص عليها جراني. هات شدها شدها كده نزلها تحت. تعالي تعالي يا جراني نزلها. شد علقت ولا ايه فوق؟ ايه مكسوفه مكسوفه منه. استنى اخش لها من تحت الفستان. لا انا شفت حاجات مرعبه. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى شد اسحب. يلا يا اسطى كبيره تقيله تقدر عليها. بس تقدر عليها. تقدر عليها. لازم اطلع لها كده. اوكي وايه اللي حصل ده؟ ماشي اهي. ها يا عم مش قادر انا كمان اشيلها. هتشيل معايا؟ خلاص سيبها 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 سيبها. ايه رايك سيبها. ايه رايك اصحي ده من النوم؟ بفكر اصحيه من النوم. صحي صحي اصحيه من النوم. صحي متاكد؟ صحي اضربه على مين؟ ماشي يلا. واحد اثنين بسم الله. اجيب بس اسلحتي بس معلش معلش عشان لو حصل حاجه بس ابقى ايه معايا شوت جاني. بسم الله 3 1 جو. خرب بيته. ده اختفى. ده رجع يا مانتو. ده هرب. ايه ده؟ هو راح فين؟ شفت سرعته؟ شفت سرعته في الجري؟ جراني هنا جراني هنا جراني عملاقه. شفت سرعته في الجري؟ ايوه هناك اهو هناك اهو بيخلص على المدينه. المترو بسرعه. اركب المترو. ليه المترو يا عم؟ تعالى تعالى سونيك تشين. تعالى اضربه في دراعه. انا خايف يمسك. معكش بازوكا؟ معايا كروسبو اسطوري من العصر الحجري. ايوه ده وصل فيه. ده جه فيه. ايوه في سنانه. طيب ولا في ما تقوليش يمسكني. لا في بطنه. هو في بطنه. ايوه ايوه هنا بيتدمج. هنا بيتدمج يا مندو. تعالى انت تساعدني ولا انت فين؟ تعالى انا جنبك يا ابني. واقف جنبك. انت مش شايفني. مكسر دراعه. مفيش ما بيحصلوش اي حاجه. ده يتعمل فيه ده. سمعت صوتي؟ ايوه سامع صوتك. تعالى ده لف علي. ده هو كلك انت؟ انا حاول بس اعمل معايا حاجه كده. الكروس بو ده في بطنه من تحت الحته اللي مليانه ناس دي اللي فيها سيد ومحمد. اوكي هو دمجني انا كمان وجري. هو مش دمجني هو موتني حرفيا موتني. بقول لك ايه تعال روح المحطة التانية. تعالى يا ماندو ماندو. طب انا بدور عليك. انا جاي لك. هو انا عند المستشفى في المترو. في المترو انا في المترو. تعالى بجيب اسلحتي بس تاني. معلش اسلحتي. تعالى هنا. تعالى عنده عربيتين. تعالى ايوه انا هنا ورا اهو. تعالى سيب جراني وتعالى. تعالى ايوه هنا. تعالى تعالى احنا بننزل المترو يا شباب ونروح المحطة التانية. والمحطة التانية نتقفش هناك انا وعبده ونتاكل وبس يا شباب. يعني هو دي الفكرة دي الخطة. تعالى. طب بقول لك ايه يعرف يكون من العربيات ده؟ يعرف يكون لا رايح فين؟ تعال 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 خش كده بالعربيه. اركب انت المكان وانا اركب الدوج. خلاص يا جراني تركب ولا ايه يا جراني؟ حسيتك كده زي في جي تي اي بتنزلني من العربيه وبتركب. سيبك منها. يلا شغله. يلا يلا ركبت العربيه. خبطت معلش. ايه يا سونيك يا سونيك تشين. تعال 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 يا شيطان انت. تعال تخش له منين ده؟ خش له منين؟ خش له من الجردن من ورا. اوكي تعال. ده دخل جوه. دخل مكانه فاهم. دخل مكان. اتوقع بنلف من هنا. لا ده لفه كبيره يا مندو. لفه كبيره. تعال لف تاني كده. لسه هو محشور. هو مش محشور. هو جوه اصلا قاعد جوه في المنطقه اللي جوه دي. يا جراني بتدور على مين؟ انت جايب جراني تساعدنا ولا تكون ضدنا؟ هي انا مش عارف يا اسطى. ايوه يا اسطى انا محشور يا اسطى. محشور. انت بتشده؟ انت بتشده يا مندو؟ بكتفه. ايه معاك معاك انا.
ايه اه دس عليا برجله يا عم الكبيره دي. الو ولا كل شويه اما اموت اطلع عند المترو ولا ايه؟ هاتوا هاتوا كده. طلعته من مكان. طب ماشي طلعته من مكان نعمل فيه ايه بقى ده؟ نتصل بالقوات خاصه ولا ايه بقى؟ تشيلته من مكان. نتصل بالقوات خاصه يا اسطى احنا موجودين يا اسطى. انت جاي تهزر؟ بوليس. انا بخش للبوليس جوه. بوليس يا سويش يا بوليس. اه هتلاقي اسم الشرطه. انا قابلت اسم الشرطه كله جوه بطنه يا عم. مفيش حد اصلا هنا. وراح فين؟ راح فين ده؟ انا بص انا شفته بجري كده. طب اسمع بما انه جري كده خلينا ندور لي على السلاح كويس بقى عشان السلاح اللي معانا دي طلعت شيشنا ومش نافعه خالص. في اسلحه هنا ولا ايه؟ ايوه ويبن زي هات لي بقى اسلحه. ايه بقى؟ ايوه رصيله. ايوه رصيله يا مندو. سيفورات كده واغراض كده. انا مسكت في اي كي هنا انا شفته. اصبر. ايوه هات الاي كي ده. بس انا جبت حته اي كي اسطوري. تعالى ورايا. خلاص كفايه بدل ما اخلص عليك كفايه. تعالى ورايا. كمان بوي كمان كمان. ايه ده؟ في مجموعه سونيك هنا بيطلعوا شراره كده. تعالى مندو. ايه ده؟ في سونيكات كتير صغيرين. ايوه ده رايحين الكافيه. عايزين تخش الكافيه. اسرع المكان كله سي فور. اسرع المكان كله سي فور. خش الكافيه. خش كده داخل الكافيه يا عم. ده دول تبعوا. هم تبعوا دول ولا ايه يا مندو؟ لانهم داخلين الكافيه بيستكشفوا فيه ناس ولا لا؟ ابعد عن الكافيه عشان هينفجر. اهو ايه اللي اهو؟ ايه الحدث؟ عدى من هنا كان بيجري اهو. ايوه شفته واقف في الزاويه اهو قدامه الجيش بتاعه. بقول لك انا هخلص عليهم. خلصت عليهم. ما بيعمرش. خلص السلاح. اوكي ماشي هات السلاح التاني. ايوه اديهم واحد سيفور يا مندو. بسرعه فجر. يلا اتفجر. فجر. ايوه صح عليك. انت فجرت ورا قدام بس خلصوا. ماشي تمام. تعالى بقى انت. ده بقى بنرمي له ازاي بقى؟ ده جوه البيت. ازرع هو محشور. ازرع. ماشي. اوعي يمسكني يا مندو بزعل. انا بحط عند رجله. انا تحت يا شباب. انا تحت. ها انا تحت. ايوه انت بتحط فوق انت. ايوه تحت رجله. فوق السطح. انا بحط تحت رجله يا مندو. بحط تحت رجله. هي نقطه ضعف رجله عشان لو رجليه السرعه. انا بحط له عند بقه. يلا انا عند صباعه كبير. والله عند صباعه. استنى 2 1 جو بوم. ايه ده؟ هو كل القنابل احنا هنعمل بوم. ده لو جبت صاروخ رمادي عمل بوم خفيف يعني مش بوم قوي. طب انا هجرب ار بي جي يا موندو. يعني انا هجرب ار بي جي. هو ار بي جي. اوكي في الار بي جي. خلونا نجيب الار بي جي. ار بي جي. اوكي فين؟ ايوه هو الار بي جي هنا. تعالى يلا بسم الله. والله داخل جوه بقه موندو. ما عملش حاجه في عينه. ما عملش حاجه. طب في رجله. قوي يا اسطى. قوي يا اسطى. قوي. اسلحه ايه يا عم دي يا عم اللي هتموته يا عم؟ طب انا عندي فكره دي. بقى تسمع بقى الفكره. هو فين؟ اصبر. هو فين؟ انا هجيب روبوت. لا روبوت ايه يا عم؟ خرب بيتك يا عم. ده بيضرب علينا احنا يا عم. انت معانا خلاص بس. انت معانا ولا معاهم يا عم؟ في حاجه احسن. فين؟ ايه حبيبك؟ استنى عم رمضان. ايوه اس بي. ايوه تعالى يلا عم رمضانات. سمعونا الطرب وهاتوا لنا سونيك. ده ايه ده؟ هو مش شايفهم ولا ايه؟ تعال تعال. ما بيعمل لهمش حاجه. ماندو جارين وراهم. هم جارين وراه. هم يجروا وراه. هو مش احنا جايب مين؟ انا مش شايفهم. وانت يا سونيك ما مالكش عايزه ولا ايه يعني؟ وانت هتموتهم يا تموتنا احنا. تعالى بس كده. يا رب انت اللي مدخلك جوه هنا. تعالى يا عيال. ده بيجري. ده خايف. ده بس طلع بيفشس. ده موتهم. انت شفت اللي انا شفته؟ والله العظيم. طلع يا صاحبي. ايوه اهو شايف. انا حطيت له دول. ماتوا ولا ايه؟ الدكتور. الدكتور ايجمون. يا دكتور ايجمون شوف لنا حل. يا دكتور ايجمون موتهم من اول مره. شوف. موتني كمان. اوه انت طلع بخار ازرق كده. ايوه هو اعصار وقوه الزرقان بتاعته. اوف. تعالى تعالى. كتير علينا يا شعب. كتير علينا يا شعب. شكله بيكون في جزء تاني كده يعني. اللي انا شايفه بيحصل ده فينا ده. لا حرام حرام. احنا مش هينفع. انا مش عارف ده عبده عمال يعين يروح على كل ما اقرب منه يفس فيا. ايه يا عم ده؟ ممكن تبعد عننا يا عم انت. انزل. لا يا شعب شكله بيكون في جزء تاني. والمقطع ده وصل 30,000 لايك. فانزلوا يا شباب اعملوا لايك على المقطع ده واشتركوا في القناه وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وما تنسوش يعني ظبطونا كده اتفرجوا على بقيه الفيديوهات عندنا وفي قناتنا يوتيوب تحت في الديسكربشن وكمان قناه عبده ماندو عشان تروحوا تتفرجوا على اخر فيديو عنده. اشوفكم المقطع الجاي على خير الله. واكتبوا لنا ازاي نحل المشكله ده. ازاي نموته؟ فين نقطه الضعف؟ واكتبوا لنا تحت في الكومنتات. لازم بس اشوف كل الكومنتات بتاعتكم واشوف نقطه ضعف سونيك التشين ده والشيطاني وبس. سوري يا شباب مع السلامه.
مش مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون مش مليون